حافظوا على غضبكم، حافظوا على غيظكم، حافظوا على أهلكم، حافظوا عليهم، ما تكبوا عليهم مي باردة. أولا في تحقيق بده يصير، فخامة رئيس جمهورية دولة رئيس مجلس وزراء منذ الساعة الأولى قالوا نحن بدنا تحقيق حقيقي وحازم وحاسم وجدي وقوي. ولذلك البعض يقول نحن لا نثق بالتحقيق المحلي، نحن أيضا أنتم لبنانيين وحقكم ما توسعوا، نحن لبنانيين ومنقول نحن لا نثق بالتحقيق الدولي. إذا هذا الملف يا جناب المحقق العدلي بتكمل فيه بهذه الطريقة معناتها مش واصلين على نتيجة. هلا محكمة تمييز تنحي ما تنحي تفاصيل أنا ما بتدخل فيها، طبعا من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم أسماءهم والادعاء عليهم من وسائل الإعلام. طبعا هذا شكل من أشكال التوظيف السياسي لهذه القضية. عوائل الشهداء عن جد وبصدق أنا بعرف شو يعني بي شهيد وام شهيد وعائلة شهيد، يروحوا عند القاضي بيطار على المحكمة وعلى بيته قولوا له يا قاضينا تفضل لنا شو بيقول التقرير الفني والتقني. اضرب اضرب يا بيطار نحن معك مهما صار. هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس، هذا تحقيق مسيس. انا ما جاييني شيء من الموضوع، ما حدا مقرب على حزب الله. كفر